تركا وحيدين في أيامهما الأخيرة يشعلان الشموع ويذرفان الدموع على فلذات كبدهما وخلاصة حياتهما. ميلاد ومروان الشابين بعمر الورد هما كلما أنجباه بعد أن تزوجا متأخرين، واللذان حصدت أرواحهم سيارة مفخخة بالقرب من دائرة الجوازات العامة وهم في مراحلهما الدراسية الأخيرة. فميلاد طالب في المرحلة الأخيرة من كلية الصيدلة، ومروان طالب في المرحلة الأخيرة من كلية العلوم، لعائلة سريانية تنحدر من الموصل وتعيش في حي المعلمين في العاصمة بغداد منذ عشرات السنين. خبرت ميلاد قلت لها شلون خيرا؟ قالت لي الحق ترى ولدك طحبه. قلت لها شلون؟ قالت والله الشكل انفجار عليهم هذا. رحنا ردنا سيارة، تعرف شغلات الموصل سيارات ما كبرت ثنتين، صار الساعة ثنتين تقريبا هذا. حصلنا السيارة والطريق قلنا حوالي 4-5 ساعات على ما وصلنا، يعني ما أريد أقول لك بين المخنوق بين الحسرة وكسة يخابرون وهذا ايش فيهم أنا ما أقدر أحكي. قالوا لي دحكي ويا فلان ويا فلان، خابرني ولد خالي من برا من هذا، يا قلت له ما أقدر أحكي بس كسة أندر على أخويا. قال لي تقول لي شو ما تحكي لي ما تقول لي شلون؟ قال لا سيدة خلينا نوصل والله كذا. الغرفة التي كان يعيش مروان وميلاد فيها منذ طفولتهما وحتى آخر أيامهما سوية تركت فارغة وموحشة، وتركت أدواتهما وأغراضهم كالآلات الموسيقية التي كان يعزف بها لأمه وأبيه ويدخل البهجة إلى قلوبهما، كما إن أدوات الزينة التي اشترتها ميلاد في أيامها الأخيرة بقيت كما هي دون أن تمسها يد، وكذلك كتب الصيدلة وصور الجامعة المختلفة وشهادات المراحل الدراسية التي كانت الدرجات العالية تدلل على التفوق لطالبة غادرت الحياة وانطفأ نورها فجأة. هاي قسم من اكسسواراتها اللي بقعت، اللي قسم منها انطيتها، كنا مسافرين ومشتري هواية اشياء من سوريا على اساس راح تبدي بالكلية سنة الاخيرة، هذول كلهم ممدشنات، هذول الجدد كلهم اللي مدشنتهم ما خلتهم عليها، بس هذه اللي لابستها وهذه زنادتها الذهب مرة واحدة بس لبستها، ما لبستها غير مرة ابدا، وراحت عافتهم وراحت، المن عافتهم لا عندها اخت لا عندها احد، شو سوي بيهم؟ حفتهم بس الذكرى حتى دائما اتذكرها بيهم، ما اعرف ما اعرف العذابي ما ادري الفرحي ما ادري ما اعرف شو اقول. صورهما في كل ركن من البيت يذكران عائلة والديهما مع الجيران الذين يحرصون على زيارة هذين الكائنين المنكوبين بأعز ما يملكان، والذين لم يحصلا على أي من حقوق ولديهما رغم مرور أكثر من 5 أشهر على استشهادهما. هذا ما تبقى من مروان، جيتار يعلوه الغبار كان يعزف فيه لأخته ميلاد قبل أن يحصد الإرهاب روحهما الطاهرة، وترك الأب والأم وهم يبكون دموعا حارة مع الصور والذكريات والأرواح الطاهرة لهما وهي تطير في هذا المكان. حسن البغدادي، قناة عشتار الفضائية، بغداد.